واش واش لا فامي، السلام عليكم الرجال. نتمنى تكونوا كاملين صافا، وكاع الدراري اللي بالتيم ديالي، الدراري اللي ولاد الشعب اللي مقوي عليهم، اللي باغيين يديروا شي لعيبه في حياتهم. بغيت نقول لكم بلا الوقت مزيره، دير ما مزيره الصراحه، كتبغي دير شي حاجه صعيب، ولكن رخص الاستمراريه في اي حاجه بغيتي دير، اي حتى شي حاجه ما سهله، وخاصه حاليا والله الوقت ديالنا وديالكم بيناتها واحد الكاب مقوده. دابا انا كشحال هادي الدراري، والله خوكم انا فهمتي، حنا كنسمعوا الراب وناقشوا مع بعضياتنا، شحال هادي كنا اضعف الايمان، ما لقيتيش فين تخدم، كتنوض كتمشي تخدم مع هذوك صحاب الفيرام اللي كيجمعوا التفاح، ولا كتمشي تخدم مع اصحاب السيمه اللي كيهزوا السيمه ولا البني. دابا الدراري ولاد الحومه ديالي جون في عمرهم 18 عام 20 سنه، كيقول لي خويا جيجي راه بنادم ما لقيتها فين يخدم، راه الصراحه الله يكون في العون. فالدراري باش تعرفوا بلا لا البلاد غدا مزيانه، لا الموسيقى غدا مزيانه، التراك هذا ديال سمول اكس، سوري سمول فيكس، خلا سيليس المالكي، هاد التراك هذا ديال سمول اكس طار من لاشين. فهنا كيبانوا بلا كاين مساوس، انا ما عرفش، ما عنديش خلفيه، هادي غير توقعات ديالي انا، كاينين شي مساوس كيطرا يا اما في مول انسترومونطال، يا اما في الناس اللي صورات الكليب، يخرج لك غدا واحد يقول لك انا ما تخلاش، ويتم غادي لا عند سويل، باش عرف بلا بنادم كيدير هادشي على قبل واحد واحد الهدف، فهمتي؟ ما كيديرش هادشي حداش كيبغيه. راه ما عمرك غتنجح في شي حاجه الا كنتي كديرها غير هكاك باش تدخل منها العاقه ولا كذا. كنهضر على الهوايه، كنهضرش على العمل، العمل العمل عباده. اللي بغيتي تعطي في شي حاجه وتشي بعيد راه خاصك ديرها باي لوف، فهمتي؟ غير هكاك انت تخسر منها. بحال قلتي بغيتي تشري بلاي ستيشن، اشري بلاي ستيشن تخسر، واش تستنى يرد منه شي حاجه؟ والو السعاده ديالك. فالتراك سميتو حاء، فالدراري ما تزابيوش، ليتس جو. تقلبش في السفيسه ما تلبش علينا قينه، ما تنساش فين كلشي قايا صافي كوراج الرجال. بما انه وقع هذا البلان هذا ديال خونا سمول فيكس وشوبي، فهمتي؟ سمول اكس وشوبي الدراري، وقع هذا البلان كلشي كيناقشوا، تا زكاي زكاي كلشي كيناقشوا. فانا غنعطي وجهات النظر ديالي ما بين هاد الجوج ديال الاشخاص في الموسيقى في الراب، فهمتي؟ يعني في الراب، ما غنهضروش في بوب ولا نهضروا في الراب، في الموسيقى ديال الراب غنعطي وجهات النظر ديالي بشفافيه وبمصداقيه، ومع العلم انه انا كيعجبني سمول اكس، انا كيطربني، انا شفتو لونطري ديالي فيها كل راجل، كيعجبني داك فهمتي داك التيمبو ديالو ديال كل راجل. فغنسمعوا التراك وغنطلقوا شويه ديال الموسيقى ديال شوبي، وخاصه واحد التراك كنتلاح في كولرز، كان كلاش، شنو سميتو داك التراك؟ باور، فهمتي؟ التراك هذا كان طربني، مزكني الصراحه. فغنطلق لكم باساجات منه، وغنطلقوا باساجات من هذا التراك هذا، ونديروا واحد الكومبارازون صغيره يعني يبان لينا شنو تما. ود القروان كبر حربي، ود القروان العالم حرفي، ود القروان الحرف حرفي، الحرف حلقي في حل بحل صرفي، الحل بجيبو علي الحالي، الحرس على القنص يدك وكدني يحول، راح حالفي نحل حوز لك قدامك وحيد بلا ما تحوم. وسمعتو ولا انا اللي سمعت في وحده؟ راه كتسمع معايا، ديري الكاسك، دير زرع عليا الكاسك صديقي، وحط حلك الدكيكه واجي ركاز معايا. راه خونا الكتابه ديالو على فيها الباره ديال بصح، لي ريم ناك لي ريم في هالتراك هذا. روان العالم حرفي، ود القروان الحرف حرفي، الحرف حلقي في حل بحل صرفي، الحل بجيبو علي الحالي، الحرس على القنص يدك وكدني يحول، راح حالفي نحل حوز لك قدامك وحيد بلا ما تحوم لي فوق. الحاء جايه من حواء شي الحاء شنو وقع لها في هاد التراك هذا؟ مابقاتش باغا تخرج. واو 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 واو، تقل فهمتي، تقل في الكتابه ديال بصح، جلس بحال داك اللعيبه ديال المورفين فاش قال لك كنجلسوا كنبقاو نزيروا راسنا في الكتابه، حتى كيطراس العرق هنايا، راه بحال هكاك بزاف. ما بغيتش نعاود نقرا ليريكس ونحاول نفهم شي حاجه، ولا اني خويا داك الشيء متقل. الحل بجيبو علي الحل، الحرس على القنص يدك وكدني يحول، راح حالف نحل حوز لك قدامك وحيد بلا ما تحوم لي فوق راس النحي، في وسط الحرب في وسط الحر حري حري صلك ولي شنو حر لما حقوش انا الحمد لله حامد. كتبقى كتسمع ليريكس كتقول وات ذا فاك، شنو غنقبض شنو ما غنقبضش، مقود 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 سمول اكس دراري مقود من الاخر، احتراماتي شايفينه في المهرجان الاخر فاش كان طلع سمول فيكس الياس المالكي اللي ياخذ فيك الحق، سمول اكس فان طلع في المهرجان كان قال لهم بالله شايفين في القالب وكذا، يعني عنده نيه حسنه. ولكن اخويا راه انا كنظن بالله، انا وجهه النظر ديالي بالله شايفين بالنسبه لي هما سمول اكس، حيت ولد الشعب في شكل
غير داك الصوره اللي خرج مؤخرا شوبي بغى يبارطاجيها ديال كيهضر على بروفيسيونيل العاقه 20 مليون كذا، فهمتي؟ الفن ما كيتقارن لا بارقام لا بفلوس لا بول، الفن كيبقى فن، الفن راه فن فقط. تنقذ النار ولا بات حربي، لا لحقتي كذبي حلفي حرفي، حلبي من جالي بجات حنفي، عبي وحربي كفني وحنضي، وصرف كصرفي دابا حلي وتصنطي، الحالة لاباس والو باس، حلال بلا وفاس، حياة ما كان وحاش كان شوق ولا وباس، احترموني حيت ماشي نحاس، كان حاشي الحاد. اسمع 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 هذا الواد، هادي واعرة هادي واعرة، كفني وحنضي، وصرف كصرفي دابا حلي وتصنطي، الحالة لاباس والو باس، حلال بلا وفاس، حياة ما كان وحاش كان شوق ولا وباس، احترموني حيت ماشي نحاس، كان حاشي. الى احترموني راه حيت ماشي لحاس صديقي. والله راه ماشي لحاس، كاين هادي نويطه هادي خاصها تقلب بزاف. الحاد معاملة الرجولة ما كان حديش القاف، ما عندناش ماك اخويا قال يبقى فيك الحال، قام تلصق فينا اللوم احنا كيف ما كان الحال، شي اللي فاصمك ديري يجي بيه في كاس، بقاك دي فينا والو كي موسيك كي الحال، مش حتى براجع هاي كان راس ديرالي هاي شي هالتراك هذا هو تخدم فيه ليريكس كتابه وقصوحيه والتقل ديال الكتابه، واخا صراحه ما كانش فيه شي ميساج من غير انه بغى يبين القصوحيه ديالو في ليريم، فهمتي؟ ليريكس المعلم حواهم ديال بصح. هنا غنديكم الدراري نسمعوا واحد الباساج، واحد التحويله كتعجبني في هالتراك هذا، وخاصه هاد البارشيه ديال شوبي ديال باور هذه كتمزكني، كنكون غادي صايك كتمزكني بزاف. طريقي مشوكة وباقي فيها امشي، اليوم تفلتي على البارح فيها هادشي، هربتي من جاك صعيب هادشي، عشتي احلامي معايا وقلتي دار داكشي. هذا هو الفرق اللي بغيت نهضر عليه الدراري، وانه كاين فرق ما بين سمول اكس وشوبي في حاجه وحده. صراحه سمول اكس ما كيعرفش توب لايني، يعني هاد جوج الجروب هذا شايفين وشوبي وسمول اكس راه كانوا بجوج كيكملوا انسان واحد. علاش خونا كي توب لايني مزيان كيلعب راب هيب هوب مودرن، يعني يقدر يمشي يتمزك لدريك ويحط لك توب لاين بحال دريك مفرقعه بالدارجه. سمول اكس ناقص في لي توب لاين، صور يا باو داز برو باش كي ناقص ما كيعرفش يدير لي توب لاين، ولكن سمول اكس حرف الكتابه عكس شوبي، كتمزك له كتحس براسك كتمزك، ماشي كتفهم شي حاجه ولا فهمتي. اسمع اسمع، كريناش الرجل انت ما فيكش داكشي غير لسان هو اللي طويل اما اللي داخل هادشي. You fight in a fight but it's not the same word، كاع خاصين فلوس but it's not the same word، I'm all for the hopeless sound of the voiceless. شيخ خونا انا كنصنفو في البوب، انا بالنسبه ليا هاد خونا شوبي ماشي رابر، والله ما رابر بالنسبه ليا انا، فهمتي؟ بوب يقدر اوكي يقدر يمشي يدير شي حاجه مع ستورمي مع كذا مع الدراري يبان واعر، اما الراب ريال راب راه هو سمول اكس، غير هو سمول اكس ما كاملش، عنده بزاف ديال النقص، لانه انتم كتشوفوا مثلا البيف اللي كان مؤخرا مع دريك و سميت داك خونا مشات ليا تسميه مع كندريك، دريك وكندريك، دريك انا بالنسبه لي راه دريك هو شوبي وكندريك هو سمول اكس. علاش؟ كندريك مقود في الكتابه، ليريكس المعلم، الميتافور مقودين، ودريك هو شوبي، فهمتي؟ الا بغيتي شي موسيقى ديال تكون فايبي تعيش السعاده فشوبي، هادشي اللي كاين من الاخر الدراري، هادشي اللي كيبان لي انايا. وفي الاخير هما كيساويو هاد جوج كيكملوا شايفين، يعني هاد جوج خسرهم الراب المغربي بجوج بيهم. الحال قام تلصق فينا اللوم احنا كيف ما كان الحال، شي اللي فاصمك ديري يجي بيه في كاس، بقاك دي فينا والو كي موسيك كي الحال، مش حتى براجع هاي كان راس ديرالي هاي حر خرج لها طاي طاي روح ديلي كادوي مع الماي، تراني محصار وقيلا كيتحصار لي عداني تحضار قدر وكيتحطار لما كيسالي والحق كيكتم مزيان، وخاصة هالتراك هذا لعب فيه شي لعيبات راه بزاف صح، العقل ما كيتقبلهمش والله. راه روابا كنت كنتمنى انه هاد الطريقة باش قصر هذه بالضبط كون استعملناها مع كلاش ديال بوست فلو، كان غيبان هار بعد ما يخرج يبكي علينا في التراكات ويبقى يقول لينا هكذا عادي فهمتي، وراه انا كنصاحبي وراه كون قال لينا هادشي اصاحبي، اش راه كتابه مقوده بوست فلو براسو يعطيها الريسبي. فينا اللوم احنا كيف ما كان الحال، شي اللي فاصمك ديري يجي بيه في كاس، بقاك دي فينا والو كي موسيك كي الحال، مش حتى براجع هاي كان راس ديرالي هاي حر خرج لها طاي طاي روح ديلي كادوي مع الماي، تراني محصار وقيلا كيتحصار. فين كنتي يا زعيم؟ فين كنتي النهار ديال الكلاش مع بوز فلو؟ فين كنتي؟ علاش ما جبتيش هاد العصاره هادي؟ علاش؟
الدار اللي عداني تحت دار قدروا كي تحت دار يا ما كي سالي والحطار لك يجي كي تتحار لك يجي كي تتراش كي تتبح ويتنهار انتي ما فاهم ولا دا بوز فلو تلقى دابا كنشوف انا كنتخايل انا مع راسي كنتخايل بوز فلو صوت فخرج في هاد التراك هذا ويبقى يسمع ويقول فين كان وانا مع راسي غيقول فين كان هذا ديك النهار فاش دخلتي مع بيب فين كنتي علاش ما خرجتيش بيه انت اللي فان بالله راك مقود في الكتابه صح راه ريسبي اخويا راه كتابه مقوده وجايحة فين وجايحة المرتبة الله يعاون عليها فطايح بدل بيحيح لا حلا ريح لا بدك في صفحاتك حلا دلايحة هلكم مش في العدو في الجاية والرايحة نحسو بينية ماشكم عدودة خنشوف صفايحة لحفت لي جد الكينج اوف ليريكس تكنيكال هو ادخونا هذا ما مش ليريكس بالتكنيك راه واو واو داك الموفمنت ديالو ما بين الكلمة والكلمة راي واو واو بزاف لا ريح لا بدك في صفحاتك حلا دلايحة هلكم مش في العدو في الجاية والرايحة نحسو بينية ماشكم عدودة خنشوف صفايحة لحفت لي جري خارج كنت الكل وبيحاول يبان مظلوم كيما حال مصاب في حيفي ويح شكون حنا شكون نتوما حنا لي فان وانت يا الارتيست اللي خاصك تخرج من داك القوقعة ديال الفقر ودير شي حاجة علاش الراب المغربي كيمثلو طوطو لانه طوطو فريمون كي انفيستي من داكشي اللي كيربح راه ما كيتسناش ليك واش اخاي فهمتي راه ما كيتسناش ليك واش من الاخر ما كاينش اللي غادي يقول هادشي وما كاينش حيت فهمتي ضروري خاصك في الرياكشن تبقى ديرها لا اخويا بغيتي تزيد لقدام شكون حنا وشكون نتوما راه خاصك اخويا انفيستي دخلتي خرج سنيتي مع لابيل استعمل داكشي ماشي تمشي تزقق ودير كذا بحال بوز فلو بحال اللي بقى المهم وات ذا فاك الراب المغربي ما عاد مالو اصاحبي نايم ناس صوبيني ماشكم معدودة خنشوف صفايحة لحفت لي جري خارج كنت الكل وبيحاول يبان مظلوم كيما حال مصاب في حيفي ويح شكون حنا شكون نتوما دوي شكون اللي شاف قدام الحومة مشا نمو شحال حرة هاد اللغة حي والموتى هاد الوقفة هادي ما عرفتش علاش استعملها بحال هكا ما فهمتهاش شحال حرة هاد اللغة حي والموتى سي ضعيف بزاف لي رفران ضعيف بزاف تكون باري يا صاحبي تسمع اخونا تسمع لي اخونا نقول كاع ما دخلنا سيم فاك بغي شنو اللي بحالهم داير فاكين لاير سمع في ما انتجريتي فكاع الباور فيم وتاور بوحدي نبقى وما نصيرش واجي بحالهم داير سمعتي اسمع لي يا اخونا الرفران ديالو صبلي تصبح نقول يا ما عندي مندير بالصف في الحال ما تقدرش ما تقدرش تسمعه وتعيش معاه الفايب وهذا الشيء اللي مخلي بنادم كونفيوز بيتوين سمول اكس وخونا سمول فيكس سوري الياس المالكي سمول اكس وشو بهذا الشيء اللي مخلي بنادم انه تالف بعضياته حيت هذا كيعجب واحد النوع اللي جينغستار اولد سكول وداك فهمتي ماشي تراب راب فهمتيني وهذا كيعجب الدراري ديال البوب ديال الموسيقى الحديثه اللي كتمزك تلقى في حديد ديالك تمشي تعيش مع فهمتي مع شيرتك ولا مع المدام وتعيش الفايب با صديقي مسافر ولا قلبي مورا ديس اول نانو نو بيرا شي تقصار ما تقصار ما تسخاش تحيدو من ودنك حيت كيلعب مزيان هذا هو الفرق اللي بعضياته هو كتابه ناقص I'm just trying to be honest I'm not a hero not a saint I'm not a prophet got my nickname and use the people for the profit دراري صراحه شي في الراب المغربي خصها تولي كاينه واحد اللعيبه مهمه ديال انه الريسك ما يمكنش رابور بحال بوز فلو ولا مورفين ولا شكون ما كان فهمتي ولا علاش دابا طوطو كتشوفوا بالله عنده اقبال جماهيري مقود وكيقدر يسافر برا البلاد ويدير لي كونسان وكذا علاش لانه خونا كياخذ الريسك يلعب هنا مثلا هذا خونا سمولك شكون دار واحد شي تراك واحد يكون توب لايني فيه دار واحد تراك نظن على المرحوم على الوالده ولا الوالد بحال هكا ولا عمته واقيله ولكن ما دارش بوم فهمتي ما كاين كيسافرش بزاف كيبقى رابور كيكتب مزيان ولا ما يقدرش يتفرقع ويدير العالميه عكس هاد الشوبي هذا اللي كان يحيد منه الايغو والغرور يقدر يمشي بعيد فهمتي يمشي بعيد ويحيد منه مساوس مثلا لقيتها فاش كان شوبي ارتست كان طوطو مساوي تبصلة علاش اخويا ما ديرش معاه فيتشورينغ وتخدمو فاميلي لكن ما كاينش الحق دوك راه هي كتلعب دور كبير فهادشي
داسك صحني وقع ما نبكي باش نبقى عافي. نشعل غي الدوفع قول شي ناس إلا كان طافي قع ما غا نشعل الدوفع قول شي ناس إلا كان طافي. هذه اللي عجبتني الدراري سارة تراك البارتي الأخرى ما رفران ما والو. خلاصة الدراري كيبقى هذا الرأي ديالي، احترام السمول اكس الشوبي الطوطو لأي ارتيست كيدير شي حاجة قال احترام، كيبقى هذا مجرد نقد فهمتي، وجهة النظر ديالي تقدر تعجبك ما تعجبكش ماشي اشكال. بالنسبة لي انك ارتيست تلوح كليب وتعاود يطار لك من لاشين فور واش ريزن وي دون نو، هذاك يعني انه انت ما خدامش برو. باقي واحد كيدير رياكشن بصح رياكشن لشي واحد غير على قد الحال، كاين ترى ارتيست صديقي راك كدير لي تور في اوروبا وما نعرف شنو هو وكتهضروا بالارقام وباقي ما وصلتي لهاد لاج ديال 15 سنة في الموسيقى وباقي بلاستك حابس، راه ما خليتي الدراري الجداد ما يقولوا يعني الموسيقى راه غادا في البلاد فهمتي، الراب غادي في البلاد لواحد البلاصة ما نعرف شنو هي ما فهمتش. حاسس حاليا كتشوف الموسيقى ما عرفتش ولا كتشاف ما بقاش كتسمع ولا شي بلانات كيطراو في شكل. فبيس اند لوف الدراري، كنتمنوا انه بوز فلو راه عطلنا يزرب علينا، علاش؟ حيت حنايا ولينا كنتشوقوا لشي حاجه اللي غريبه علينا، انا ما بغيت شي حاجه اللي كتعاود صافي طلع لي في راسي. انا في غوشين ما مبقى التراك الجاي في غوشين يكون بحال هاد الهيت هذا صافي نحيد سبسكرايب ونمشي بهالي، كيعجبني كنحترمو اني صافي بغينا شي حاجه مختلفه. الاختلاف هو باش اصلا حنا مخلوقين كيعجبنا الاختلاف. غادي ناخذ شي موسيقى مزيانه، لوحنا شي لعيبات، شي كتاب قريتيه زوين فهمتي، شي ميتافور واعره كتهضر على التاريخ المغرب كذا، شي حاجه ما هادشي هذا راه طلع في الراس. فبيس اند لوف الدراري وتشاو جود نايت.